السلام عليكم، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بصحه جيده وفي احسن الاحوال. فيديو ديال اليوم هو واحد الكيك بالتفاح والقرفان اللي كيجي اكثر من رائع. طريقه التحضير سهله وكذلك المكونات. تبقى معايا حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه والمقادير. هنا كيف تشوفوا معايا عندي كاس ديال السكر، عندي كاس ديال الزيت، عندي شويه ديال الكوزه، عندي ثلاثه البيضات، شويه القرفه، هنا جوج خمارات، وحده سكر فاني، عندي كاس حليب، هنا عندي ثلاثه تفاحات قطعتهم طريفات صغار كيف كتشوفوا معايا، وعندي جوج كيسان ديال الدقيق. بالنسبه للبيض هنا غناخذ ثلاثه البيضات كيف كتشوفوا، غادي نزيد عليهم كاس ديال الزيت، وغادي نزيد كذلك كاس ديال السكر سنيده، وغادي نخلط دوك المكونات. هنا غادي نطرب مزيان سواء بالطراب اليدوي ولا الكهربائي، من بعد غادي نزيد هنا كيس ديال السكر فاني لما يعادل 7 غرام، وغادي نعاود نخلط المكونات مع بعضياتهم مزيان حتى غادي يتجانس ليا داك الخليط. غادي نزيد كاس ديال الحليب، هنا الحليب يكون حتى هو بحراره المطبخ، وغادي نبقى نطرب مزيان. من بعد هنا قبل ما غادي نزيد الدقيق غادي ندوز باش غادي نصوب التفاح. هنا التفاح باش ما يكحلش كندير فيه شويه ديال الحامض، غادي ندير هنا جوج معالق كبارين ديال السكر سنيده، غادي نزيد عليهم كذلك هنا معلقه كبيره ديال القرفه، وغادي نزيد هنا غير راس معلقه ديال الكوزه اللي كتبقى اختياريه. هنا كنزيد كذلك شويه ديال الكاكاو، راس معلقه ديال الكاكاو المر، ومعلقه ديال الدقيق اللي غادي نخلط بها. هنا كنخلط المكونات وكنحطها على جنب حتى كنكمل الخليط ديالي ديال الكيك. هنا كنبدا نزيد الدقيق بشويه بشويه، هنا درت جوج كيسان ديال الدقيق، هما اللي كفاوني على حساب هاد العجين اللي درت على حساب البيض. وكذلك كيف ما كنشوفوا كما كنقولوا تقدر تزيد شويه ولا تنقص، كتبقى على حساب الحجم ديال البيض وكذلك الجوده ديال الدقيق، كاين اللي كيتشرب في ساعه كاين اللي لا. هنا كنخلط مزيان، ومن بعد في الاخير غادي نزيد دوك جوج اكياس ديال خميره الحلويات 14 غرام في المجموع. صافي، وغادي نخلط هنايا. هنا كنكون كذلك موجدة المول اللي غادي نحط فيه الكيك ديالي او الخليط اللي كندهنو كيف ما معروف بالزبده ولا الزيت، وكنرش فيه الدقيق. هنا ها هو الخليط، هذا هو القوام اللي بغيت كيف ما كتشوفوا معايا. هنا دابا غادي نزيد هذاك الخليط ديال التفاح اللي صاوبت، صافي، وغادي نخلطو غير بالمعلقه. حتى غادي يتجانس ليا داك الخليط كامل. هنا دابا غنديرو في المول ديالي،
نحاول نحطو بالتساوي. كيف ما كتشوفو هنا من بعد ما كملت صافي غندخلو الفران وغنخليه سيطيب على خاطرو من التحت عاد باش غنشعل عليه من الفوق. كيف ما كتشوفوا هنا من بعد ما طاب ليا غير من المنظر ديالو كيشهي كيبقى تزيين اختياري. هنا انا رشيتو غير بشويه ديال السكر كلاصي وزينته من الفوق بشويه ديال الكركاع. غادي نقطع معكم واحد الطريف واخا راه مازال سخونه غير باش كتشوفوا القوام ديالها كيفاش كيجي. كيجي خفيف وكيجي لذيذ بزاف. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتشاركوا الوصفه مع الاصدقاء ديالكم. ما تنسونيش من اللايكات ومن التعليقات كذلك كيف ما كتشوفوا معايا هنا. كيك اللي كيجي لذيذ بزاف. شكرا على المتابعه وخليتكم على خير والى فيديو قادم ان شاء الله.